رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا، وخلينا نرحب بالدكتور أبي رامز عبد الغني، اختصاص البايوفيسيولوجي والعلاج الطبيعي. صباح الخير دكتور. صباح النور يا انا. شلون صحه؟ الحمد لله الله يسلمك. دكتور، اليوم موضوعنا راح نتكلم به عن عدم ممارسه الرياضه وتاثيراتها السلبيه على جسم الانسان. نعم. شنو هي الاثار السلبيه بالبدايه؟ هو عاده نحن المعروف به انه دائما نقول نمارس الرياضه حتى نستفاد. صحيح. يستفاد من الجسم، يستفاد منا كل اعضاء وخلايا الجسم. فاذا ما نمارس الرياضه ايش راح بيش راح ننضر؟ بالضبط. طبعا كثير نقاط اكو، من ضمنها اللي يتاثر اولا على الصحه العامه، على بدانه الجسم والسمنه وتراكم السموم بالجسم، اضافه الى الام المفاصل والعمود الفقري. وكل حقل من هاي الحقول بيها تشعبات، يعني مثلا على الصحه العامه نجي اولا على الدوره الدمويه، نحن اذا ما نمارس الرياضه اذا الدم بسرعه خاصه راح يبقى يجري الدم بهاي السرعه، حتى لو مثلا نقول بالدائره او بالشغل انه الانسان قاعد على مكتب او الامراه في المنزل شغلها الاعتيادي هذا ما يعتبر اوفر لها او كتدريب او رياضه. يعني بعض الناس يقول أنا يوميا أشتغل هيك وأروح وأجي وهاي، هذا يعتبر مو رياضة، لأن الجسم متعود على هذا الصرف من السعرات الحرارية. فهذا كل شيء يسبب له السايد افكت ماله، اللي هو يسبب بطء في الدورة الدموية أكيد الكبرى والصغرى، إضافة إلى تراكم السموم، وهذا موضوع جدا مهم، لأن إحنا إذا واحد ما يتحرك فالدم ما راح ترتفع درجة حرارته، ما راح يصير بخفة، فراح يراكم سموم. السموم هاي إما تكون على شكل أملاح مثلا أو تكون مخلفات الطاقة، فهاي بالنسبة للجسم كعام. وأكو بالنسبة للسمنة، إحنا السمنة هذا موضوع كل الشائك، صحيح هواي ناس تعاني من عنده، كل الناس تعاني منه. وشوفي الناس مثلا يقول لك أنا ما أكل هواي، أكل فتشي بسيط يعني، بس يرجع يسمن. صحيح. إحنا عندنا الجهاز اللمفاوي بجسم الإنسان هذا وظيفته يسحب الشحوم الزائدة عن الجسم والسموم ويطرحها بعملية الإخراج للأمعاء الغليظة. زين دكتور، خلل من الهرمونات هم إلها دور؟ نعم. هرمون الغدد، هرمون الأيودين. هذا هرمون الأيودين إذا نشبهه للمشاهد الكريم، هو يعمل مثل خلينا نقول الترافيك لايت مع السيارات. إذا ترافيك لايت موجود وشغال السيارات راح تمشي بانسيابية اعتيادية جدا، بس إذا الترافيك لايت ماكو ما شغال راح يمشي السير بطريقة اعتباطية والتوزيع يكون توزيع غير طبيعي. هذا هرمون الأيودين هو مثل يجي إعاز إنه شقد كمية طاقة دخلت للجسم، هاي وين تتوزع؟ هاي لازم تتوزع الطاقة اللي جت على شكل مستحلب غذائي بعد الهضم بالمعدة، يتوزع بكميات مناسبة على وفق أوزان النسبية للجسم، يعني إيش قد يروح غرام للرأس، إيش قد يروح للذراعين، إيش قد يروح للرجلين، إيش قد يروح للبطن، إيش قد يروح بمنطقة الخصر. كل هاي إذا هرمون الأيودين بالغدة الدرقية تفرز هرمونات أكثر من اللازم أو أقل من اللازم راح يتوزع توزيع غير طبيعي. فلهذا نشوف أغلب الناس يعانون من منطقة البطن اللي نسميها نحن بالعامية الكرش. الكرش صحيح. فهذا عنده خربطة عفوا بالهرمونات. فهذا كله نتيجة عدم ممارسة الرياضة، لأن ممارسة الرياضة هي تنشيط لهاي الخلايا، فإذا ما راح أمارس الرياضة الصحة نعتبرها. نعم. زين دكتور، ممارسة الرياضة الغير مدروسة نعتبرها فائدة أم مضرة للإنسان؟ والله هي هذا سؤال كلش حلو. الرياضة الغير مدروسة طبعا هي سلبية للجسم وليس بها فائدة. يعني واحد يقول أنا يوميا أطلع الصبح أركض مثلا، أركض أو أسوي شناو أو كذا وكذا، هذا يسبب له سايد افكت، بالعكس هذا ممكن أن يدمره شوية شوية وهو ده يلعب اسمه رياضة. وخصوصا عند النساء مثلا، خلينا نقول النساء تشوفين تلعب رياضة بشكل يعني اعتباطي خلينا نقول بدون دراسة مثل ما تفضلتي، فإذا هي سمينة مثلا أو عندها شوية ترهل ما راح تضعف، راح يطلع عندها الخطوط نحن نسميها الريد لاين او الوايت لاين، الخطوط اللي تشققات يصير بالجسم نتيجه هاي ممارسه الرياضات الخاطئه. بالنسبه للرجل او للشباب خلينا نقول او الرجل الكبير، دراسه الرياضه هذا بحد ذاته او ممارسه الرياضه هذا بحد ذاته علم، لان ما يصير راسا يتجه مثلا الى رياضه عنيفه وهو بعد جسمه بعد توه قاعد من النوم. فلهذا تبدا
الرياضة الصحية لحظة النهوض من النوم. لحظة النهوض من النوم لازم مرأسا ينهض الإنسان، لازم الوضعية الصحيحة للنهوض مثلا لازم تكون أنه يمتد على البطن، إذا كان هو قاعد هو على ظهره أو على الجانب لازم يمتد على البطن ويخلي الذراعين بجانب الرأس ويدفع بالذراعين ويرجع يقعد على الرجلين. حلو. هاي الوضعية الصحيحة. بعدين ممارسة التمارين السويدية الصحيحة الخفيفة، لأن التمرين لازم يكون بالبداية تمطية. أول شيء يكون تمطية لأن الجسم في سبات، هو نائم صحيح، وجعلنا نومة سباتا ما تمام، فبالحالة العضلات كلها وهي كلها ما بيها دم كافي حتى تقدر تعمل فد عمل مفاجئ أو سريع. فلهذا لازم يبدأ الإنسان شوية شوية بحركات تمارين سويدية، وممكن إذا يريد يطلع يمارس المشي أو الركض فلازم شوية شوية، وقبلها يكون تناول أقل شيء لتر واحد من الماء. والأكل الصحي دكتور هم إلى دور أكيد. والأكل الصحي طبعا أكيد، الأكل الصحي هذا يعني عدة تفرعات، لأن الأكل الصحي أنا من الناس اللي ويا نظرية أنه لازم الأكل يكون متلائم ويا فصيلة الدم. الدم نحن عندنا أربع أنواع من الدم، الأي والبي والأي بي والأو، فكل واحد طبعا إلى غذاء خاص حتى يحافظ على وضعيته الصحية ونشاطه الصحي بشكل جيد. حلو، شكرا لك دكتور، شكرا على النصائح والمعلومات اللي قدمتها لنا. يا هلا وسهلا.